بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنضيف مع بعض الأوبشن الخاص بالألوان ونعمل شوية حاجات جميلة جدا بالجافا سكريبت بإذن الله. أول حاجة يا جماعة جوه الـ Settings Container، طبعا أنا مسميه هنا لو حد خد باله أنا مسميه Settings Content، هو اسمه Settings Container بس عادي، إحنا لسه ما جيناش عنده أصلا، فيش مشكلة خالص. أول حاجة محتاج أعملها هو الـ Option Box، كل أوبشن عندي ليه بوكس معين، الألوان، الخطوط، الصور، الكلام ده كله. هقوله دوت أوبشن بوكس، طبعا اتس اب تو يو تسمي اي اسم، انا بحب الاسم ده جدا، واكتب هنا كلرز او كلرز اوبشن. بس هيجي واحد يقول لي ليه كلرز اوبشن، ما هي اصلا كلها اوبشن يعني مفيش داعي. هقول له ماشي، وهعمل يو ال هيكون فيها كام ال اي كده اللي هم الالوان بتاعتنا، خمس الوان مثلا، وهديها كلاس هسميه مثلا كلرز ليست. كلرز ليست دي هيكون عندي خمس الوان وهيكون عندي ال اي فيهم ليها كلاس اسمه اكتف، عشان هتكون هي الاكتف والباقي كله ما يعني عادي جدا الوانه عاديه، يعني هي الاساس والباقي في اكياس. طبعا هتكون الفكره بتاعتنا ان الاكتف تديها بوردر معين يميزها او تخلي الاوباستي بتاعتها واحد والباقي كله يكون الاوباستي نص او اقل عشان تبان مين فيهم الاكتف. طيب جميل جدا الكلام ده، ندخل بقى على السي اس اس عشان ننسق السيتنجز كونتينر، جواها الاوبشن بوكس ده وفي اتش 4 بعده. لو حسيت ان النستنج هيبهوا منك جدا وهيزيد ممكن تشيل الليفل التاني ده، مفيش داعي منه خالص بالشكل ده وكله تمام وستيل ريدابل مفيش اي مشكله خالص ومش هتواجه اي حاجه باذن الله. ال H4 وبعد ال H4 في الكالرز ليست بالشكل ده، والكالرز ليست هيكون فيها ال L I اللي جواها بالشكل ده. طيب جميل جدا الكلام ده وزي الفل مفيش اي مشكله خالص. نيجي عند الاوبشن بوكس نفسه ونديله مثلا بادنج 20 بكسل مثلا زي كده. بعد كده انا مش حابب ان انا افتح البريفيو على اليمين عشان الناس تركز في الكود، انا بحب الحركه دي بس التركيز في الكود اهم علشان خاطر تعرف الحاجه بتعمل ازاي وعينيك ما تفضلش تروح هنا وهنا. المارجن بتاع الهيدنج هيكون صفر، مش عايز مارجن ليه خالص. الكلر هنديله 3 ستات او 3 مثلا رجاله اللي يعجبكم مفيش مشكله. كلرز ليست نفسها هنقول له ليست ستايل نان عشان يشيل البوليتس، وهنقول له تكست الاين هيكون سنتر بالشكل ده، والبادنج هيكون زيرو. ده الشكل بتاعنا هنا، لسه ما حطيناش اي حاجه في ال اي بتاعتنا. بعد كده ال اي احنا محتاجين نديها ويدث 20 بكسل، محتاجين هايت 20 بكسل، نديها باك جراوند كده الاول لون اسود عشان الناس بس تشوف شكلها، وبعد كده نبدا نغير الالوان. نعملها دايره البوردر راديوس 50%. تقول لي ليه دايره؟ اقول لك كده رخامه مفيش مشكله، انت ممكن تعملها مربع. الكارزر هيكون بوينتر عشان تعرف ان هي كليكابل، وبعدين الاوباسيتي هتكون نص. ده بالنسبه لكل ال LI، اما ال LI اللي فيها كلاس اسمه اكتف الاوباسيتي بتاعتها هتكون 1 بالشكل ده كده. تمام، هو ده المطلوب، انا مش عايز اكتر من كده. بعد كده بالنسبه لل LI هنقول له مثلا display inline block، خليهم جنب بعض، تقدر تعملهم طبعا باي تقنيه مفيش مشكله خالص بالشكل ده. ومحتاجين نلون كل واحده فيهم بلون من الوان الماتيريال ديزاين. طيب انا هعمل اول واحده عشان نختصر وقت الفيديو ما نطولش ونتعب الناس. LI first child هيكون فيها المين كلر بتاعنا اللي احنا اصلا حاطينه فوق، background color var main color، ده هيكون اللون الاساسي بتاعنا. بعد كده محتاجين تاني عنصر والتالت ده nth child 2 اللي هي تاني LI معايا، هناخد لون من الوان الماتيريال ديزاين. نختصر الوقت كده اوريك الفكره بالشكل ده، ادي اللون التاني. بعد كده احنا محتاجين بقى الثالثه والرابعه والخامسه، نحط لهم الوان مختلفه، ادي الثالثه وادي الرابعه وادي الخامسه، وتقدر تجيب الوان من الماتيريال ديزاين اللون اللي يعجبك مفيش مشكله خالص زي ما انا مختار كده. نختار شويه الوان، طبعا مش هنركز يا جماعه اللون ده حلو ولا وحش دلوقتي، تقدر بعدين لما تخلص التطبيق ان شاء الله تبدع زي ما انت عايز مفيش اي مشكله خالص. تبدع مش معناها تجيب بضاعه دي قلشه، لا تبدع يعني تعمل ابداعات. ده بالنسبه للالوان بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين وكله تمام وزي الفل والحمد لله. طيب دلوقتي يا شباب نرجع لل HTML. محتاجين في ال HTML ان احنا يكون عندنا data class او data color، data اي حاجه تعجبك، custom attribute يكون فيه اللون بتاعنا. الكاستم اتريبيوت ده انا هعتمد عليه عشان ناخد اللون اللي فيه اللي هو مثلا ده اللون الديفولت بتاعي اللي انا حاطه في الروت في CSS.
انت محتاج ان الشخص ما يدوس على ال اي من دول، نجيب الداتا كلر الفاليو بتاعتها ونخليها هي الموجوده في الروت عشان نغير الوان الموقع كله. هو ده المطلوب منك. فكل عنصر من العناصر بتاعتك دي هيكون ليه داتا كلر بنفس اللون الموجود في سي اس اس، بنفس اللون الموجود في السي اس اس. يعني الاول هيكون فيه اللون اللي هو المين، وده اللي بعده نفس الترتيب بتاع سي اس اس بالظبط، وده اللي بعده، وبعدين اللي هو فيه اف 4 اللي قبل الاخير، وبعدين اخر حاجه معانا اللي هو اخره 50 اللي هو يا شباب ده. دي يا جماعه الداتا كلر بتاعتنا. ببساطه شديده حطينا الداتا كلر على كل اليمنت عشان هقدر اعتمد عليه زي ما انتم شايفين، واضيف القيمه دي للروت فاليو موجوده في الموقع عشان اغير الوان الموقع. ندخل بقى في الجزء الجميل والظريف والعسل واللذيذ والحاجات الحلوه كلها في الجافا سكريبت. هكتب هنا switch colors. طبعا يا شباب مش محتاج اقول لكم انه الجزء الخاص بالسيتنجز الكالر دي تبعه، فحطيتها بعدها، واللاندنج دي اخر حاجه مش عايزينها دلوقتي. هستعمل طبعا الحاجات الموجوده في الاي اس 6 زي ما قلنا احنا عايزين نتدرب عليها. هقول له const colors li، هسميه colors li اللي هو الاليمنت اللي فيه الكالرز بتاعتنا، بيساوي document دوت كويري سيلكتور اول. المره دي كويري سيلكتور اول لان انا هختار اكتر من اليمنت وهعمل لوب عليهم. هقول له كالرز ليست ال اي، ال ال اي اللي جوه الكالرز ليست بتاعتي خزنتها انا فين يا جماعه؟ في كالرز ال اي عشان الوب عليه. يعني بقى عندي دلوقتي اري فيها العناصر بتاعتي كلها. لو جيت انا عشان اوريك بس احنا ماشيين ان شاء الله سليم، كونسول دوت لوج، وهطبع الكالرز ال اي دي كده في الكونسول عشان مش عايز حاجه تقع منك ابدا باذن الله. دي يا جماعه النود ليست اللي فيها العناصر بتاعتي كلها، العنصر الاول ال اي الاكتف وال اي الثانيه اهي، وكل العناصر بتوعي موجوده والحمد لله وكله زي الفل. تقدر طبعا تستخدم array from لو انت حابب، لو انت متابع التطبيقات اللي انا عملتها قبل كده برده مفيش مشكله خالص. طيب عايزين نبدا بقى نلوب على الكلام ده. هقول له colors ال اي دوت فور ايتش، هنعمل بقى اللوب الظريف بتاعنا هنا. ادي الاليمنت اللي انا هلوب عليه، وهستخدم طبعا الارو فانكشن بالشكل ده. طبعا كل ال اي عندك هنعمل فيها حاجه، ايه هي؟ كل ال اي عندنا موجوده في الاري بتاعت الكالرز ليست دي كلها هحط عليها ايفنت الكليك، وعند الكليك هخليه يجيب لي الكالر بتاعتي او الداتا سيت اللي هو الداتا كالر اللي هو الكاستم اتريبيوت بتاعي. طب خلينا كده نمشي واحده واحده، كونسول دوت لوج عشان بس مفيش حاجه تقع منك. ال اي، ال اي ده يا جماعه المفرد بتاع الكالرز ال اي، ممكن تسميه كالر ال اي بدل كالرز اللي هو المفرد بتاعها، ممكن تسميه اي اسم يعجبك مفيش مشكله. هنا يا جماعه طبعا دي العناصر بتاعتي، خليني انا عملت عليها لوب. طبعا اللوب جاب لي كل ال اي، انا لسه ما عملتوش عند الكليك، انا عملته وانت بتلوب يروح جايب لك العناصر. ادي العناصر بتاعتك اهم الخمسه الحمد لله. طيب عايزين بقى نستعمل الاد ايفنت ليسنر عشان نحط ايفنت الكليك على ال اي. هقول له ال اي دوت اد ايفنت ليسنر، هنحط ايفنت الكليك، وعند الكليك هيكون في ايفنت. الايفنت دي بقى بناء عليها احنا هنعمل حاجه معينه، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. عند الكليك هتعمل ايه؟ هقول له كونسول دوت لوج. هتعمل ايه بالكونسول دوت لوج؟ هقول له اي دوت تارجت، العنصر اللي انا دوست عليه من ال ايز الموجوده عندي كلها، دوت داتا ست، بدخل على الكاستم اتريبيوت الداتا دوت كلر. الداتا كلر دلوقتي هيتبعها لي في الكونسول بتاعت كل عنصر انا هدوس عليه من العناصر الموجوده في ال ايز بتاعتي كلها. تعالوا مع بعض كده ندوس هنا، ادي كل واحد جاب لي الداتا ست كلر بتاعته والحمد لله كله تمام وزي الفل. طيب دلوقتي عايزين نعمل ست للروت فاليو الموجوده عندنا اللي هي فيها المين كلر، نحط فيها الاي دوت تارجت دوت داتا ست دوت كلر دي. طيب هنيجي دلوقتي ببساطه شديده جدا نقول له set color on root on root، كفايه كده. هقول له document dot document element، هدخل على document element dot style، على الستايل set property، هعمل set للproperty. هو عايز مني هنا property والvalue بتاعتها بس. البروبرتي بتاعتنا اللي احنا عايزين نغيرها المين color، دي البروبرتي بتاعتنا الموجوده في الروت اللي انا حطيتها في السي اس اس يا جماعه في اول حاجه اهي. دي يا جماعه محطوطه فين دلوقتي؟ محطوطه في الروت، في الاليمنت الروت. يعني لو انا رحت دلوقتي هنا في ال HTML مثلا، خلينا نجيب الاليمنتس بتاعتنا،
هنا انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز احط الروت او الاليمنت بتاعتي اللي هو الروت، ادي الاتش تي ام ال اهو، عايز اغير المين كلر دي بروبرتي ودي فاليو، عايز اغير البروبرتي دي لفاليو تانية غير اللون ده. الفاليو دي هتيجي منين؟ من اللوب اللي انا عامله في الجافا سكريبت ده، انه اللينك او ال اي اللي انت هتدوس عليها بتديني الداتا سيت كلر دي، عايز اخلي الداتا سيت كلر دي موجوده هنا كده. فكل ال اي هتدوس عليها بتغير البروبرتي اللي اسمها مين كلر للداتا سيت كلر بتاعت ال اي اللي انت واقف عليها. هنا هكتب عشان لوب اون ال ايز او ليست ايتمز، وهنا كليك اون افري ليست ايتمز كده اقيم، وهنا هكتب لوب اون اول ليست ايتمز كده برضو اقيم. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف ال HTML وادي الروت بتاعتنا، وتعالوا مع بعض نعمل كده. زي ما انتم شايفين ال element style بتاعي اتغير، المين كلر فاليو بتاعته اتغيرت من اللون البرتقاني للازرق، ولو رحت طبعا عملت اي حاجه بتعمل بالشكل ده. طبعا في نقطة هنا مهمة جدا جدا، ربنا يكرمك شكرا، في نقطة مهمة جدا جدا هنا جميلة حصلت. ايه هي النقطة دي؟ انه اول LI عندي، لو تلاحظوا يا شباب، اول LI عندي اتغيرت عشان هي واخدة في CSS هنا ان هي تتغير مع المين كلر ده، وده طبعا مش صح. المفروض اول LI عندي دي تكون اللون ده ثابت ما يتغيرش، لانه الكلر اللي فوق ده بيتغير مع تغيير الكليك اللي انت بتعمله. فتيجي نشوف دلوقتي مع بعض، هنا برتقاني مفيش حاجه اتغيرت اهو، تمام زي الفل بالشكل ده، وتقدر تحط الالوان اللي انت عايزها وكله تمام كده. يا جماعه عملنا الفكره بتاعتنا والحمد لله، وفاضل ان احنا نضيف الكلام ده كله في اللوكال ستورج. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.